طيب نبتدي بقى مع حضراتكم اخبارنا المتعلقه بالرياضات العالميه المختلفه. وعايز اقول لكم وحش قوي لما تبقى بطل اولمبي في الدراجات وعجلتك تتسرق. ده اللي حصل بحذافيره مع لاعب بريطاني اسمه جيرنت توماس، وهو بالمناسبه بطل الاولمبيات مرتين وكان بيتدرب في شوارع الريفيرا الفرنسيه. لما تعب قال لك ايه، اما اقعد شويه كده على جنب في مطعم، وركن العجله بتاعته بره وقعد قعدته. اول ما خرج اكتشف ان الدراجه بتاعته اتسرقت. طبعا الدراجه اللي بيتدرب بيها دي مش دراجه عاديه بطبيعه الحال. بطل اولمبي لما هيتدرب بدراجه بروفيشنال بالمعنى الحرفي. بالمناسبه هذا اللاعب توماس هو بطل سباق فرنسا 2018، ووقتها بقى طبعا اضطر ان هو يركب تاكسي ويروح لمكان اقامته. لكن الخبر اللي يعني يسعد هو انه بعد 3 ساعات بالتمام والكمال، وبعد بلاغات متعدده للشرطه، وبعد رحله بحث، عثر على الدراجه بمساعده الشرطه. ونشر توماس صوره دي على تويتر وهو مبتسم جدا واقف جنب العجله بتاعته، وكتب انظروا ماذا وجدت، اتوجه بخالص الشكر لرجال الشرطه، اعشق دائما النهايات السعيده. ودي كانت نهايه سعيده فعلا. كلنا بنحب النهايات السعيده حقيقي، بس يعني غريبه ان حاجه زي كده تحصل، لان مش عاده مش ده الوضع في الخارج. يعني حوادث السرقه من النوع ده مش موجوده، يعني حتى بنشوف احنا في الافلام حد ممكن يسيب العجله بتاعته يدخل السوبر ماركت، بس الامر ما يخلاش لان بيبقى فيه طبعا ده بيحصل في كل العالم يعني، بس كويس ان هو لقاها في الاخر.